مساء الخير عليكم. قبل ما أبدأ أي حاجة أنا عندي طلب صغير. زي ما أنتوا عارفين أنا عمري ما اشتغلت مذيعة في حياتي، ودي أول مرة أشتغل مذيعة. ما تزعلوش مني لو غلطت، ما تزعلوش مني لو اتلجلكت. وعايزة أقول لكم حاجة، إن التمثيل أسهل بكتير قوي قوي عن تقديم البرامج. أنا لما تعرض عليا برنامج علشان أعمله أنا رحبت جداً، علشان كان نفسي قوي إن أعمل برنامج عن الأم، علشان أنا بحب أمي، وكان نفسي إن أنا أوصل لها رسالة حب، ومش بس لوالدتي، لكل أم كافحت وضحت وربت. تاني اعذروني، بس من كتر حبي لأمي ولكل أم بجد أنا قبلت البرنامج العظيم ده اللي بيكرم الأمهات اللي بعيدة عن الأضواء اللي ضحت بجد. فإحنا بنكرمهم وبنقول لهم شكراً إن أنتوا طلعتوا أجيال محترمة بتخدم البلد. يا رب إن أنا أكون عند حسن ظنكم، وتعالوا مع بعض في الست دي أمي. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي والآخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها. الجنة تحت أقدامها، وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها. الست دي أمي. برنامج الست دي أمي برعاية أريال. أريال الراعي الرسمي للأمهات في مصر. نجمتنا النهاردة نقدر نقول عليها مدرسة في الأمومة، مدرسة باطنها الحنان والحب والرحمة، وظاهرها الجدية والحسم والحزم. نجمتنا ستيلا كافورياري أم لبنتين، لميا وليلى. نجمتنا قدمت لمصر وللعالم العربي هدية غالية جداً، تاج على رأس السينما المصرية، تاج اسمه الفنانة العظيمة ليلى علوي. منورة يا لولا. انت اللي منورة بجد حبيبة قلبي. ايه الديكور الحلو ده يا حياتي؟ امي حبيبتي احلى حاجة في حياتي حبيبتي. احكي لنا ستيلا تعني لك ايه؟ بصي اسمحي لي قبل اي حاجة احلي فكرة البرنامج الرائعة، لأن بجد إحنا عايزين فرصة كبيرة نتكلم على المثل الأعلى لينا، على البني أدمة اللي تعبت وربت وخلت في حاجة الحمد لله الناس بتجمع ليها وبتحبها، حاجة اسمها ليلى. فضل كل الأم بعد ربنا سبحانه وتعالى. وانا معاكي ومع اسره البرنامج بحيي كل الامهات، ومهما عملنا مش ممكن نعرف نرد 1% من اي ام عملته، وانا بالذات من ناحيه امي لانها تعبت قوي عشاني انا واختي، وبقول لها بحبك يا امي وانت اهم حاجه في حياتي، انت وابني. طب احكي لنا ستيلا. ستيلا الست قويه جدا، أم حنينة بشكل لا تتخيليه، واقعية خيالية، بتحبنا. مش هقولك يعني معروف دايماً إن القطة أكتر واحدة بتحب وبتخاف عيالها،
على عيالها وممكن تموت اي حد يجي يقرب عليهم. هي طبعا مش كده قوي ولا ممكن تخنقنا من كتر الحب كمان، لكن هي ست عظيمه، مثقفه جدا، متفتحه جدا، مؤمنه جدا جدا، دايما عندها حكمه ان الواحد بيجي الدنيا دي وبيروح ما بياخدش اي حاجه معاه غير الحاجات الحلوه اللي عملها في حياته، واهم حاجه في دور الانثى الامومه، لان هي سر الحياه. كانت صارمه جدا، شديده قوي 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 قوي. بصي هي فيها كل حاجه ونقدها، صارمه جدا وحنينه جدا، واقعية جدا، وفي نفس الوقت حالمة وخيالية ورومانسية جدا. نعم، يعني تركيبة خاصة قوي، وست عنيدة، ست قوية، ست شجاعة، ست ما بتخافش لأنها دايما عارفة إن هي عاملة اللي عليها ومحترمة نفسها وبتستنى ده من اللي قدامها، فما عندهاش حاجة تخاف منها. الحاجة الوحيدة اللي بتخاف عليها في الدنيا قبل نفسها وقبل صحتها وقبل مصلحتها او متعتها هي ليلى ولميا واحفادها دلوقتي. يا حبايبي يا حبايبي. طب احكي لنا بقى عن مظاهر الشده والصرامه، كانت تتصرف معاكوا ازاي؟ بصي انا اكبر من اختي لميا بخمس سنين، فعشت خمس سنين طفله وحيده مدلله جدا. يعني عايزه اقول لك بصحى عليها ببوسة وحضن وأغنية، مش هزار والله ومش كلام، أنا متخيلة طبعا، ده حقيقي. قبل ما نام بتقرأ لي قرآن وتحكي لي حدوتة تخليني أنام مبسوطة، والحواديت بتاعتها دايما فيها حاجة تعلم. وهي انت عارفة ان ماما مذيعة في البرنامج اليوناني في الأوروبي المحلي، فعندها صوت حلو وعندها حكاوي كتير، لانها قاريه كتير قوي، عندها حكاوي كتيره بتعلم حاجات وبتسيب في نفسيه الطفل. ان حتى في البرنامج اللي هي بتعمله في الاذاعه عندها برنامج ركن المراه وركن الطفل، فشوفي قد ايه بقى ركن الطفل، فشوفي قد ايه بقى هي طبعا. السنين دي كلها النهارده بتشتغل وما شاء الله الحمد لله لغايه دلوقتي، فقد ايه عندها الممارسه والعلم والصوت كمان، والصوت الدافي الحنين الواو يعني. على قد كل حنيتها دي وعلى قد ما كنا مثلا لازم تفسحني وتجيب لي اللي انا عايزاه واللي نفسي فيه وكل حاجه شديدة. بس لو انا بقى جبت نمره وحشه طبعا كنت ساعات يعني بتشقى كنت بنت شقيه اكيد. انا بصراحه انا تعبتها، يعني اختي الاصغر مني كانت اهدى مني. انا كنت شقيه قوي قوي، وكنت ببوظ حاجات واعور نفسي واكسر ايدي واخضها وكده يعني. لا لا. كنت مشاغبه قوي، بس هي الحقيقه يعني كانت بتعلمني كل حاجه يعني بالملي. وبعدين كمان امي وابويا انفصلوا، فبقت هي الست والراجل، فبقت مسؤوليه عليها طبعًا اكبر طبعا. والحقيقه كانت قدها، لانها علمتني ازاي احترم نفسي واحترم الاصول، واهم حاجه علمتها لي كمان ان انا اللي بحبه لنفسي احبه لغيري، واللي ما بحبهوش لنفسي ما احبهوش لغيري. نرجع تاني بقى، عايزين نعرف مامتك كانت بتحكي لك الحكايات بتاعتك وانت بتنامي باليوناني ولا بالمصري؟ لا بالمصري. بالمصري بالمصري، كانت بتغني لي باليوناني وكانت بتكلمني باليوناني، وتعلمت منها شويه يوناني طبعا، لكن بتحكي لي بالمصري، وكانت اتعلمت كمان القرايه والكتابه العربي عشان تذاكر لي اللغه العربيه. حبيبتي اتعلمت الايات القرانيه، كانت بتعلم حصه الدين بتاعتي تعلمها لي، والايات تتعلمها هي الاول تحفظها وبعد كده تذاكرها لي، فشوفي ثوابها عامل ازاي. انت كنت شقيه، فضلت شقيه لحد كام سنه تقريبا؟ يعني شقاوه شقاوه فعلا، يعني لغايه ما ربنا رزقني بخالد بعد كده. لا والله العظيم. <شقوة. تصفيق>
يا الله. بس بعيني يعني اللي يشوفك يقول عليك هاتية وغلبانانة. لا ما هو انا هاتية وغلبانة بس بحب. بصي حتى ماما لغاية دلوقتي يعني ماما لغاية دلوقتي نقعد مثلا قعدنا في البيت اتجمعنا العيلة كلها انا واختي والبنات وجوز اختي وخالد وكده واصحابنا مثلا، فاحنا مثلا نقعد نلعب مثلا كوتشينه تلعب معانا، نلعب عروستي تلعب معانا، تلعب معانا، نلعب افلام تلعب معانا، نلعب صلح. الاول تقول لنا لا لا انا ما بحبش الضرب والخبط وبعد كده تقوم تلعب معانا. برنامج الست دي امي برعايه اريال. أريال يرد الجميل للأمهات في مصر. طب لما حصل الانفصال بين والدك ووالدتك وانت كبيرة ولا انت صغيرة؟ كان عندي 10 سنين، 10 سنين ونص تقريبا، وكنا كنت انا وهي متكلمين في ده وكنت انا قايلالك وهي قبليها؟ ناقشنا. عارفه مامي كمان يعني هي حبيبتي ما هياش كبيره قوي، الفرق السن صغير مش كبير، فتحسي ان احنا يعني أصحاب. انا بنتها وهي ام بس احنا اصحاب. ودي احلى حاجه طبعا، والام الناجحه مع ابنها ومع بنتها لازم تبقى اصحاب. لان في فتره يعني حتى بيقول لك في مثل ايه، بيقول لك ان كبر ابنك خويه طبعا، مش كده؟ طبعا احنا حاجه واحده، هي ربتنا على كده ان احنا حاجه واحده، الحلو حلو لينا كلنا، الوحش وحش لينا كلنا، وتعودنا ان احنا لما بنفكر في حاجه بنفكر فينا كلنا لان احنا واحد. فاي قرار بنتخذه مهما كان كده بنعمله مع بعض، فما بالك حاجه زي كده وفي وقتها. فاحنا كنا متكلمين وكنا شايفين ان ده هيبقى حلو لينا اكتر. كنتوا بتشوفوهم بيتخانقوا مثلا بتاع حاجات كده، كنتوا بتتضايقوا؟ طبعا كان بيبقى فيه شويه خناقات واختلافات والكلام من دوت. وفاكره فيلم بحب السيما؟ طبعا. فاكره الجمله اللي كان فيها ابني بيقول انت ازاي متجوزه راجل زي ده؟ مش عارفه جمله كتير قوي بيقولوها اطفال. انا في مره في يوم لقيت قلت لها كده فضحكت، نفس اللي انا عملته في السيناريو بتاع هاني فوزي يا حبيبتي. والله بجد طبعا يعني الله يرحمه يعني طبعا بحبه جدا طبعًا، والاخر يوم احنا كلنا برضو طبعًا اسره واحده. لكن حي ساعات بتبقى ما يقدروش يعيشوا، الحياه بتبقى بيسموها ايه، اهدى واكرم طبعا لكل النفسيات انها تبقى، وممكن يفضلوا اصدقاء احسن من طبعا. وكنا أكيد حلو ان الناس تبقى عارفه المصلحه، مش الأنانية، المصلحة للأسرة كلها. طب وهي ما خافتش إنها تاخد مسؤوليتكم لوحدها؟ عشان كده بقولك ست قوية قوي وشجاعة قوي وحقانية قوي، وربنا دايما واقف معاها لأنها حقانية قوي وماشية بما يرضي الله وبالأصول. طب إمتى حسيتي إنتي إن إنتي ماما لمامتك؟ يا حبيبتي اوقات كتير انا بخاف عليها قوي، ولما بحس انها مثلا في حاجه تعباها او في حاجه هي مش قادره تعملها، هي رجليها تعباها، ربنا يديلها الصحه او كده، مش هقدر اقولك، بحس انها مهما عملت مش هقدر ابقى انا امها. يعني طبعا انا بحس ان انا كتير انها بنتي وانها حته مني، لكن هو في الحقيقه انا اللي حته منها وهي كل حاجه وانا حاجه صغيره قوي منها. لا انا بحب امي قوي قوي حبيبتي، واضح جدا ست جميله. ربنا يخليها. برنامج الست دي أمي برعاية أريال. أريال الراعي الرسمي للأمهات في مصر. طب
طب انت جريتي على مامتك في حضنها وعيطتي عياط رهيب؟ كتير كتير. وهي بتبقى احساسها ايه لما بتشوفك بتعيطي قدامها كده؟ بتاخدني في حضنها وبتطبطب عليا وبتصلي لي بتهديني بتقولي ما فيش حاجه، وبعد شويه انا بحس ان فعلا انا في حضنها، الدنيا كلها حلوه ما فيش حاجه. الامان، الامان كله طبعا، الامان والصدق والحب والحنان والنصيحه الخالصه والدعاء اللي هيوصل والحب الحقيقي اللي بدون مصلحه. طبعا طبعا. طيب في دلوقتي يا رب يخليها لك يا رب، في حاجه اجباريه دلوقتي؟ اجباريه ده صعب قوي كده، احراج فظيع. لا يا رب الناس هتقفل. لا فشل. انا دايما كنت بحب عيد الام قوي، وفي حفلات المدرسه دايما كنا بنعمل حفلات عيد الام، وكنت من كتر حبي لامي لازم اعمل لها حفله خاصه ولغايه النهارده. والله العظيم حفله خاصه. يعني حفله خاصه ايه؟ يعني اغني لها حاجه، اعمل لها حاجه، اعمل لها سربرايز، يعني اي حاجه. فلما اختي بقى ابتدت تكبر شويه كده وانا بحب الغنى والرقص وكده، فقلت لها تعالي نصمم اغنيه، نعمل اغنيه ونصمم لها رقصه ونلبس فساتين ونعملها لماما. والاغنيه دي انا بحبها قوي. ده من تاليفكم وتلحينكم ولا لا؟ اغنيه معروفه. اغنيه بس احنا الفنا الرقصه بس مش هنرقص طبعا عشان اختي مش معايا. انتي يا ماما ملاك من الجنه تحت جناحي انام واتهنى، مين رباني مين 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 ومين هناني مين 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 غيرك انتي يا ماما يا ماما 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 ماما. يا رب يخليها. طيب قدامك الكاميرا ووجهي كلمة لوالدتك. يا أغلى حاجة في حياتي، يا أنا يا كلي، يا عمري، يا أمي، يا حبيبتي، يا صاحبتي، يا بنتي، يا قلبي، ربنا يديكي كل حاجة أنت عايزاها لينا عشان تبقي مبسوطة، عشان عارفة أن أنت دايما دعواتك وامنياتك لينا، فانا بقول يا رب يرضيكي ويا رب يديكي الصحه وطولة العمر وتبقي دايما فرحانه بيا وبلميا وفرح وبهنا وبخالد وبحافظ، وانتي احلى حاجه في الدنيا وربنا يكرمك يا رب، يا رب. ودايما تبقي راضيه عني علشان تبقى حياتي حلوه. يعني ربنا يخليها لك ويخليكوا ليها وتفرحوا بيها. على فكره انا جسمي كله مقشعر، انا شايفه ده وشايفه دموع في عينيكي كمان. بجد يعني انا حاسه دلوقتي ان انت مامتها حبيبتي. دي جميله قوي، ربنا يسعدها يا رب ويرضيها دايما. معايا ليلى ان في نجوم في الدل، يعني من الامهات اللي هم ضحوا محدش يعرف عنهم حاجه ولا سمع عنهم حاجه. طبعا في امهات كتيره جدا عملوا بفضل الله وبحبهم لاولادهم معجزات معجزات، وربنا بيديلهم قوه رهيبه. طبعا في ابطال، يعني حكايه ان احنا مثلا دايما نحاول ان احنا نبحث عن حالات منفردة، أمهات مثالية قد كده تعبت في حياتها قد كده، ما كانش عندها إمكانيات إنها تربي بالساهل ولكن ربت وصانت وطلعت شيء نافع للمجتمع. أكيد طبعا ده أكيد مليان، يعني مليان.
واعتقد ان هم ان دول النجوم والشمس وهم الشمس لان بجد هم اللي بينوروا الدنيا. بالظبط. اسمحي لي بقى ان انا اقدم لك نجمتنا النهارده في البرنامج. برنامج الست دي امي برعايه اريال. اريال يرد الجميل للامهات في مصر. حكايتنا النهارده هي حكايه الست ليلى راغب العريان، عندها 59 سنه. الست ليلى ربنا رزقها ببنت داليا، للاسف اصيبت بشلل اطفال، قعدت تلف بيها على كل الدكاتره، وبسبب عملية غلط ما بقتش داليا تحس برجليها خالص. الست ليلى كان عندها إصرار إن بنتها تعيش وتتعلم بشكل طبيعي، وقفت جنبها وشجعتها. داليا كملت تعليمها واتجوزت وخلفت وشاركت في كتابة الدستور، وبتجهز نفسها دلوقتي لمجلس الشعب. رحبوا معايا بالست ليلى. والله انا بحبك جدا جدا جدا. والله منوره يا ست ليلى. ربنا يخليك. انا قاعده مع ليلى وليلى. ربنا يخليكم. احكي لنا بقى. هي بنتي كان بقى عندها سنه، جينا نطعمها، كنت ساكنة في الإمام الشافعي، فالنقط طلعت مضروبة عشان في جيبها مش في التلج. فجت تحطها، بنتي حطيتها لها وما عملتش بقى معاها حاجة. فوديتها للدكاترة بقول لها قومي اقفي، وباباها ماشي الصبح لقيتها بتقع، أوقفها تقع. بعدين اتصلت باباها قال لي طب تعالي قوام ونوديها لاي دكتور. وديتها وقالوا لي ده شلل اطفال. طب اعمل ايه؟ عشت بقى ماساه كبيره يومين سنه لحد ثالثه اعدادي. جينا في ثالثه اعدادي ساعه الزلزال، قريت عن طريق القناه الثالثه ان يعني بيعالجوا كده، فقدمت ورحت وخدتها معايا. اثناء العمليه قطعوا لها العصب، دخلت بنتي عايزه اروح، كل اللي بيعمل عمليه 3 ايام 4 ويروح، انا بنتي ما بتمشيش، مش راضيين يقولوا لي مخبين عليا. طب اروح فين؟ جريت الناس خدوني وجريت رحت المستشفى بتاعه المطريه، قالوا لي ده في خلاص يعني الاعصاب متاكله. طب اعمل ايه؟ رحت الدكتور اعصاب قال لي خدي البرشام ده، علبه كانت زمان بجنيه، وقال لي العصب بينمو من عند ربنا كل يوم ملي اي حد. فقلت له يعني هتمشي يا دكتور وبتاع؟ قال لي ان شاء الله هتحس وهتمشي. وبعد كده لقيت الحمد لله من عند ربنا بفضل دعاء الناس ودعائنا والناس بتحبنا كلها. ودعائك يا حاج. بقيت اعيط وادعي وهي اكبر واحده بنت عندي. المهم راح لقيت الصباع الكبير اتحرك. قالت لي الحق يا ماما الصباع يتحرك يا ماما، انا صباعي بتتحرك. وبعديها باسبوع الثاني والثالث والرابع والاخر الحمد لله حست بقى برجليها. كانت بقى في الاعداديه ومش عايزه تروح المدرسه وكده، قلت لها لا، بقيت امليها انا في المستشفى وهي قاعده عامله العمليه واقول لها لازم تكملي. كملت الحمد لله نجحت، جابت 208 في الاعداديه، قلت لها هتخشي ثانوي ودخلتها الثانوي، وبقيت اشيلها واوديها واقعد على باب المدرسه لحد ما اجيبها واروحها وايام الامتحانات واذاكر لها وكله.
وبعد كده اتخرجت سنة 2000 والآخر قعدت تحارب تبع المعاقين وهم مهمشين ومش وقعدت يا عيني تحارب لحد ما ربنا كرمها واشتغلت في المجلس القومي لشؤون العاقة. ودلوقتي حبينها من كلامها وبتحارب بجد بجد عشان الناس وعشان اللي زيها واللي بيجيها عنده طفل يا عيني وعايز يشغله أو كده. هي كانت مع الأستاذ حسام المساح في لجنة 50 برضو كانت في مجلس الشعب لحد ما عملوا لجنة الدستور وعملوا لجنة 50. هي بقى اللي قالوا لها لازم هي ومعها اتنين من زملاتها شباب، واحد أصم وواحد ما بيسمعش، هيخشوا معي. أنا سايباهم دلوقتي بيكشفوا الكشف الطبي عشان كده هي لسه ما جاتش في عشان هيترشحوا عشان يخشوا عن المعوقين. يعني أنا طبعا بقدرها جدا ومقدرة يعني بنتها ما شاء الله طالعة قوية وبطلة وعارفة تجيب حقها طالعة لأمها طبعا يعني الحمد لله. كنت بسم الله عندها أربع بنات تانيين ما شاء الله فأكيد غصب عنها بنتها كبيرة كانت بتاخد وقت أكتر منها لكن أكيد أنا ومن غير ما أسألها أنا واثقة إن كلهم كانوا بيحاولوا. وبعدين أنا جبت العيال بعديها أبقى حامل وأشيلها على كتفي وأروح ما عادش الاطفال امبابه وما كانش زي دلوقتي يعني ما كانش. وبعدين طبعا ما كانش في فلوس وكده ان الواحد يعني يروح في حتت غاليه لكن عشان انت ام عظيمه وعشان بتعملي كل حاجه من قلبك وبتدعي لربك وهي شاطره جدا ربنا كرمها طبعا وخد مع عيالها معايا بنت من بناتها الكبيره في سنه سته ما شاء الله وبنتي تاني صغيره جودي 5 سنين يا حبيبتي فبتسيبهم معايا لحد ما تيجي. قعدت تيجي 4 سنين معايا. طب كنت بتجيبي المصاريف ازاي؟ بتشتغلي حضرتك؟ ابوهم سواه ابوهم على باب اللي بيجيبه بناكل ونشرب بيه وخلاص على قده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا يديك الصحة. طب البناتك التانيين معايا لسانس حقوق بنتي ومعايا واحدة تانية آداب واثنين دبلومات واثنين دبلومات ما شاء الله ربنا يبارك انا ما رضيتش لا انت كمان تستاهلي كل حاجه حلوه والله الحمد لله بشكركم قوي قوي يا حبيبتي ست ليلى بشكرك اتفضلي ربنا يخليك بشكرك الحمد لله ربنا يخليك مامتي الله يخليك ربنا يخليك يا رب تفرحي بيه كده هو حاجه عاليه ان شاء الله ان شاء الله شكر وتقدير الحمد لله. وقبل ما اراه يعني اكيد كل الكلام ده قليل عليك جميل جميل والله منكم جميل بسم الله الرحمن الرحيم شهاده تقدير اتشرف برنامج الست دي امي الحمد لله بمنح السيده ليلى راغب العراقي شهادة تقدير كأم مثالية عرفانا بعطائها ودورها العظيم التي قامت به من أجل أبنائها. شكرا هنستجع بقى حفيدتك ممكن حفيدتك تطلع شهد شهد تعالي يا شهد مبروك اهلا اهلا قاعدة فينا بقى تقولي ايه لتيتا؟ ربنا يخليك يا تيتا بتحبيها قد ايه؟ قوي 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 انت عارفه ان مامتك عظيمه جدا بجد عارفه ان تيتا كانت قويه جدا وقفت جنب ماما كتير الحمد لله الحمد لله تقولي كل سنه وانت طيبه لماما ولتيتا حياتي يا حبيبتي يا حبيبتي احنا مهما حاولنا ان احنا نرد الجميل مش هنوفيكي حقك بجد فعلشان كده البرنامج مقدم لحضرتك رحله عمره الله هي دي لسه الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله بشكركم جدا
أنا جزيلة عن الشكر، وأنا فرحانة جدا بالعمرة دي، ومشكورين جدا ان هم هيطلعوني العمرة دي لان كان نفسي فيها وانا ما عنديش مقدرة. طب انا في دلوقتي داليا وصلت فهنطلعها على المسرح. البرنامج مقدم لحضرتك رحلة عمرة. الله وانا فرحانة جدا بالعمرة دي، ومشكورين جدا ان هم هيطلعوني العمرة دي لان كان نفسي فيها وانا ما عنديش مقدرة. امي حبيبتي يا اغلى حاجة في حياتي، يا انا يا كلي، يا عمري، يا امي، يا حبيبتي، يا صاحبتي، يا بنتي، يا قلبي، ربنا يديكي كل حاجة انت عايزاها لينا عشان تبقي مبسوطة، عشان عارفة ان انت دايما دعواتك وامنياتك لينا. فانا بقول يا رب يرضيكي، ويا رب يديكي الصحة وطولة العمر. Thank you.